برنامج مدارس خضراء، واش هو نقي ولا قطقوط ولا نظيف ولا نصوح؟ وكينطلق وصلت الان لنهايه هذه المسابقه. هذه كيفاش كانت المشاركه اصلا؟ الحمد لله المشاركه في الاول صراحه كانت مشاركه يعني فيها غير شويه المراحل، يعني اعتمدنا غير على الروسيكلاج، يعني التلامذة كامل ديال المؤسسه نخرطوا وجمعنا كاع المواد اللي قابله للتدوير وحاولنا نصنعوا منها اشكال يعني اللي استفدت من المدرسه، يعني عمل جماعي. صيبنا الساحه ديال المؤسسه، زيناها بالعجلات، صيبنا بواحد العجله كبيره مساحه كبيره، بئر، التلامذة صيبوا من لي كانيت لوحات فنية رائعة، صيبنا بالقنينات البلاستيكية سيارات، لعب الأطفال، وأهم حاجة اللي بدات نخرطوا معنا هو أننا صيبنا بالعبوات ديال البرينغلز وكل شيء وسائل تعليمية، يعني هما صنعوا وسائل تعليمية يعني دمجنا التعليم في تدوير النفايات. وقتو شي تفاعل من طرف التلاميذ في الأطراف؟ يعني تفاعل كبير، يعني الحمد لله التلاميذ خدينا توصلنا لواحد النتيجة أن الطفل دائما ملي كتخرجوا من داك النمط التقليدي ديال قرا جلس كتب كل راه كيبدع، يعني كنعطيوهم مجال الحريه غير شي شويه صراحه يبدع كثيرا. استاذ انتم بقيتوا انتم في الفيلان مع مدرسه عقبه، يعني المسابقه في الاول كيفاش كانت؟ المسابقه في الاول هي كانت بدات من داك السنه التهيئ لها، لاننا كنا نخرطنا في المهم اطار مدارس خضراء، واستفدنا من واحد جورني واحد اليوم ديال العروض مع شركه كازا بيئه، ودرنا ورشات ديال تدوير ما يمكن تدويره من نفايات واعطائه واحد الحياه جديده، وعرفنا الوليدات ما معنى التدوير وما معنى الفرز الثنائي، وحنا تجاوزناها حتى الفرز الرباعي باذن الله الحمد لله، والوليدات مشاو معنا في هذا المنوال، زائد اننا حاولنا نكبروا الدائره ديال المعرفه، ودرنا دراسه على ما معنى التلوث، على التاثير ديال التلوث على الصعيد العالمي وعلى الكره الارضيه عامه، وكذلك بحثنا في عده مواضيع منها الكوب والهيستوريك ديال الكوب وديال النفايات على مر السنين. وبذلك كانت عندنا حنايا المنافسه هي كانت منافسه مع الجهل، ماشي منافسه مع اننا نفوزوا كمدرسه خضراء، مع الجهل البيئي. وعرفنا الوليدات للاشاره للاستفاده كانت لجميع التلاميذ ديال المؤسسه، حيث عرفناهم شنو المخاطر ديال النفايات وكيفاش يمكن نستعملوا النفايات وكيفاش يمكن نخلصوا من هاد النفايات باش تكون عامه البيئه مناسبه، باش تكون عندنا صحه الحمد لله ونكونوا حنا. حيت المهم في هذا الامر كله هو الحياه الجيده للانسان، الحياه الصحيه للانسان، وبذلك استثمرنا هذا الموضوع، طورنا المعارف ديالنا والمعارف ديال الوليدات، وحتى المناولات داخل المدرسه وفي المنازل الحمد لله.